وقت في البيئه المائيه. النقطه اللي بعدها البيئة اليابسه. ثاني حاجه بيئه شنو؟ بيئه اليابسه. كويس ممتاز. بيئه اليابسه عندما نتحدث عن بيئه اليابسه نقول ان بيئه اليابسه تنقسم الى ثلاث انواع: غابات وحشائش وصحراء. كويس ممتاز. اول سؤال يجيني في بيئه اليابسه نقول ان بيئه اليابسه اكثر تعقدا وتشابكا من البيئه المائيه. علل لماذا؟ بيئه اليابسه اكثر تعقدا وتشابكا من البيئه المائيه. علل. لان بيئه اليابسه اكثر تضرسا من البيئه المائيه. كيف؟ بيئه اليابسه يوجد فيها العديد من شنو؟ من الغابات. بيئة اليابسة يوجد فيها الصحارى، بيئة اليابسة يوجد فيها الجبال، يوجد الأنهار، إذا تضرسها أكثر. على عكس من البيئة المائية التي تتكون من وسط متجانس واحد وهو عبارة عن شنو؟ الماء، ممتاز الماء. إذا التعقيد وين؟ التعقيد في شنو؟ بيئة البيئة البرية. عندما ننتقل إلى أول نوع من أنواع البيئات وهو بيئة الغابات. بيئة الغابات تغطي حوالي 31% من مساحة اليابسة. وهنا بعم نقول 31% هذا ليس زي ما نقول برقم، هذا عبارة عن تقدير. لو نجون نشوف الإحصائيات الأخيرة والحديثة نلقاها أقل أيضا من 31% نظرا لأن الإنسان بدأ يضغى على الغابات، ونظرا لأن الإنسان بدأ شنو يقبع فيها ويحولها ليها إلى مناطق سكنية ويحولها ليها إلى مناطق زراعية. إذا الغابات تعتمد في نوعياتها وتوزيعها وكثافتها على نوع الماء ونوعية التربة ودرجة الحرارة. شو المقصود هنا؟ شو المقصود نوع الماء ونوعية التربة؟ كلما كان الماء متوفر وكلما كانت التربة صالحة للزراعة وكلما كانت درجة حرارة ملائمة جدا جدا كانت عندي شنو نوعية الغابات. إذا تكون عندي بالتأكيد غابات شنو متشابكة وتكون عندي غابات كثيفة، والعكس والعكس كذلك. تعتبر من المصادر الطبيعية متجددة. شو المقصود بالمصادر الطبيعية متجددة؟ لأنها تجدد نفسها بنفسها، كلما قطعناها تجدد نفسها، ولكن إذا استغلها بطريقة مثلى. شو المقصود بطريقة مثلى؟ إني ما نستغلهاش بهوادة وبكثرة كي بحيث إني ما نعطيهاش مجال إنها تنمو من جديد، بالعكس نحاول نقطع منها ونعطيها مجال إنها شنو تنمو من جديد ونقطع من جديد وهكذا إلى شنو إلى نحافظ على شنو؟ نحافظ على التوازن الغابات اللي عندي. إذا بيئة الغابات تغطي حوالي 31%، نحاول نركزوا على